أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا مؤذن وأحضر هذه الدروس ولا أذهب إلى الدرس حتى أوكل عني أحدا يؤذن في المسجد، فهل في ذلك تبرأ الذمة؟ نعم، إذا وكلت من يقوم بالواجب وأنت جاي للدرس إن شاء الله أنه عذر، في فائدة لك واللي ينوب عنك، إذا يكون مأجور لأنه من التعاون على البر والتقوى. نعم.